بسم الله الرحمن الرحيم يا هلا فيكم في المحاضرة الثالثة عشر من أساسيات برمجة هذه المحاضرة تتناول موضوع الدوران إن شاء الله وهي تشمل أيضا المواضيع السابقة لذا أرجو التركيز وتسجيل الملاحظات أبدأ المحاضرة بالسطر اللي تشوفه معي الحين ونبي نطبع عشر نجوم بهذه الطريقة نحفظ وننفذ الأوتبوت واضح معك طيب لو فكرت انك تبي تطبع النجوم هذه ألف مرة مو مرة واحدة ألف ففي واحد بيقول لك سوي بالطريقة هذه يعني مو معقولة انك تكتب ألف سطر صحيح وتقول لي برنامج يتكون من ألف سطر هذا شيء خطأ فجت الحاجة ان يكون عندك شيء يعفيك من التكرار هذا شايف سطر مرة ثانية مرة ثالثة نقول عنه هذا كود زائد ما له معنى وكل اللي يصير معك انه تكرار ريبيتنج شيء يعيد نفسه فنقول عنه ريبيتد كود يعني اسطر برمجيه معاده فالموضوع هذا محتاج شنو بالضبط انت تدري ان هذا هو السطر المطلوب وودك تعيده اكثر من مره فهني جت الحاجه انك تلغي هذا طبعا اكيد تبي تلغيه وبخاطرك بصراحه تحط لك هني علامه علامه ليبل ها وهذه الليبل اللي هني يعني اي اسم ها علامه هني وانه بعد السطر هذا تقول جامب حق الليبل هذا حق الليبل هذه يعني اقفز الى هذه الليبل الامر جمب مختصر الى ثلاث احرف مثل ما وضحت المحاضرة السابقة جمب موجود في لغة السمبلي لكن لغات اللي هي فوق مستوى الاسمبلي شوي تستخدم امر اسمه go to هل هذا راح يشتغل في جافا امر go to راح تلاحظ هذا الامر يعتبر من الكلمات المحجوزة في جافا reserved word يعني من الاوامر الموجوده في جافا، ولكن هذا الامر غير موجود في جافا. جيمس جوزلينغ يقول هذا الامر كان تحت ايدي انا في بدايه كتابه كومبايلر جافا وبصراحه قمت ولغيته، ولكن ابي امنع الناس انه يستعملونه للضرر الواقع منه في البرمجه. شنو الضرر؟ راح نوضحه شوي قدام، لكن الامر هذا في جافا محجوز لكنه لا يعمل معطل عشان ما حد يستعمله، ليش؟ خطا استعماله، بس انا ما اقدر اشرح لك عمليه الريبيت التكرار هذه او الدوران نقول عنها على, على اوامر معينه، احنا عندنا امر واحد بس. بدون ما استخدم لك جو تو معي بتقولي شلون تستخدمها هي مو موجوده بجافا خليك معي بتشوف ان شاء الله بس خلينا نكون واضحين بالشرح هذا انت راح تيجي من هني اسطر البرمجيه توصل عند هالسطر ما له معنى ما راح يتنفذ فيه شيء لكنه علامه موجوده وعنوان في الاسطر البرمجيه داخل الذاكره تاتي فتنفذ هذا السطر ثم تاتي الى هذا الامر راح يكون ما راح يكون اسمه جنب راح يكون اسمه جو تو ويشوف كلمه ليبل فيقفز يقفز 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 يقفز, يقفز, يقفز الى هذه فيبدأ التنفيذ مرة ثانية، ينزل فيطبع لك هذه مرة ثانية، ينزل هني وبعدين يصعد مرة ثانية فوق وينزل يطبعها، إلى متى؟ إلين يعلق البرنامج، راح يتم يطبع العشر نجوم في سطر جديد كل مرة. أرجو أن تكون واضحة فكرة الريبيت هذه أو التكرار، وبيك تحفظ هالكلمة تكرار. شلون بننفذ هالكلام؟ بصراحة نروح على لغة يعني أنزل من جافا واللي هي لغة السي جو تو موجودة فيها. بتقول بتعلمنا لغة جديدة؟ لا لا لا. ما اعلمك لغه جديده لان اللغه مطابقه في الكود لجافا وهي قبل جافا لكن ما فيها كلاسز و objects والقدرات الموجوده في جافا ولكن فيها امر جو تو راح علينا اني اوضح لك هذا الموضوع راح اروح معك اونلاين بس عشان انفذ سي كود بسيط معك خليك معي هذا موقع من المواقع نقول عنه اونلاين كومبايلر للسي ابحث عن اونلاين كومبايلر راح تلقى وايد طريقه كتابه سي كومبايلر ما عندهم امبورت مثلنا عندهم انكلود وهم قبلنا طبعا فلازم السطر موجود حق ستاندرد انبوت اوتبوت الهيدر فايلز عالم هو عالم هيدر فايز على العموم ما في شيء اسمه بابليك ستاتيك فويد مين عندهم انت مين معي هذا يطلب منك انه في النهايه تكتب ريتن زيرو انا ماني كاتب المهم بدايه ونهايه تخيلنا هذه المين اللي عندنا وهذا كلاس مالك وخلاص امورنا حلوه إن شاء فخليني اكتب لك الامر برنت اف عندهم واحط لك النجوم هذه عشر نجوم بتقول ما في سيستم دوت دوت برنت لاين لا لا هم ما عندهم سيستم دوت اوت دوت برنت لاين انا لو انفذ لك هذا الكود فقط شايف معي شوف الرن راح يطلع الاوتبوت هني هدك من الاخضر اللي فوق هذا الاوتبوت ولو ابيه مثلا ثلاث مرات بقول بالطريقه هذه ونفذ لاحظ وراء بعض اذا تبي سطر جديد تبي تحط له سلاش ان نيو لاين وتنفذ لاحظ تحت بعض جرب لنا الكود اللي تقول عنه خلينا نحط هني ليبل الليبل على فكره انت تحط الاسم اللي انت تحبه يعني انا ممكن اكتب اي بي سي هذه الليبل مال شلون تصير ليبل لما احط بعدها نقطتين هذه صارت ليبل طيب استخدم لنا الامر جو تو جو تو شنو اسم الليبل اي بي سي بدون نقطتين بس فاصله منقوطه انهي الامر بالطريقه هذه راح ينفذ واحتمال يعلق معنا واحد يشوف ان هذا راح معك وايد شوف معي الاوتبوت لاحظ وطبعا انا انفذ اونلاين علشان لا يعلق معي الكمبيوتر اللي يعلق البراوزر بس شوف معي شوف 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 شايف الاوتبوت في واحد يقول ساد يعني عددهم محدود لا عددهم مو محدود لين يعلق البروسيس كلها شغال يعني يتم شغال في الباك جراوند هني لا راح يعلق ويوقف معاه يعطيك كميه بس من الاوتبوت ما يقدر يكمل هذا انت فهمت الفكره في جو تو وكل اللي قاعد يصير على فكره انك انت قاعد تقفز الى عنوان في الذاكره في هذا السطر وشيء اسمه انستراكشن بوينتر واللي شرحناها في المحاضره الثانيه بالمفاهيم راح تنزل معك تزيد بواحد وتنفذ الامر وتزيد بواحد توصل هني فتقفز مره ثانيه وتوقف هني ويبدا انستراكشن بوينتر يزيد مره ثانيه فجوتو تغير قيمه الانستراكشن بوينتر هذا الموضوع فيه مشكله انتبه مثلا 10 مرات بس فشلون بنسوي 10 مرات ما عندنا الا الاف ستيتمنت طيب وين الاف ستيتمنت انا اقول لك الحين انت مضطر طبعا تعرف لك انتجر انتجر اي مثلا ويساوي مثلا صفر فاهمني؟ هذا واحد، سوي كلير هني ونجهز الشاشه، هذا انت ضفت اي، المفروض بعد سطر الطباعه هذه تزيد الاي بواحد، فاي بلس بلس، وهني اف اي ليس ذان 10، راح يعد من الصفر الى التسعه وهذه عشره كامله، راح تنفذ امر جوتو طبعا حاليا شو اللي راح يصير معانا بالضبط؟ يبدا التنفيذ من المين، تي على السطر الاول اي تاخذ القيمه صفر، بعدين على الليبل الليبل مجرد سطر فاضي ما في اي شيء عنوانه موجود بالميموري ولكن ما يعطينا اي اوتبوت ولا يقوم باي عمليه ينطبع معنا هذا السطر الاي هنا بتزيد بواحد فبتصير قيمتها واحد واحد اقل من عشرة صحيح ترو اذا راح ندخل داخل الاف statement جو تو تتنفذ يصعد خط التنفيذ من السطر ثمانية هذا السطر الى السطر اربعة مثل ما انت شايف ويبدا التنفيذ مره ثانيه تتم الطباعه للمره الثانيه هني الاي بتزيد بواحد بتصير اثنين اثنين اقل من عشرة صحيح؟ ترو خلاص دخلنا مرة ثانية وعند الدخول يتغير خط التنفيذ لان امر جوتو يقفز فيك الى السطر اربعة يبدا التنفيذ مرة ثالثة يطبع هذا السطر الحين الطباعة هذه ثالث مرة فهني بيصير اي ثلاثة بيزيد وهني ثلاثة اقل من عشرة صحيح؟ ترو دخلنا داخل الاف statement وهكذا بتمشي قفز والاي تتحول الى اربعة وخمسة وانت رايح ويتنفذ وصعد وترو ندخل يتنفذ الاي 6 يتنفذ 7 يتنفذ معك ايضا ترو تدخل داخل الاف ستيتمنت وهكذا ولكن لما تحصل ان الاي وصلت الى الرقم 10 هني بالضبط 10 ليست اقل من 10 فولس لن تدخل الى هنا وينتهي فيك التنفيذ تخرج من الاف ستيتمنت وكمل ما في شيء خلاص النتيجة راح تكون انك طبعت هذا السطر عشر مرات عشر مرات الصفر تعتبر اولى والتسعة هي الاخيرة فهذه عددهم عشرة في شخص بيقول سانزل ليش ما نقول اي تساوي عشرة بالشكل هذا اذا اي تساوي عشرة وتنفذ فاي تساوي صفر وهني راح تصير قيمتها كم واحد صحيح فهل واحد يساوي عشرة فولس واحد لا يساوي عشرة فلن تدخل داخل if ستيتمنت ولن تحصل على فكرة لوب القفز فكرة القفز هذه لن تحصل عليها فلازم تحط قيمة تكون صحيحة بشكل هذا ومع الدوران بالعدد اللي انت تبيه راح تصير فولس مع ان شاء الله اشيل الكومنت واكمل معاك نشوف التنفيذ لاحظ كم سطر من النجوم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة سبعة تسعة عشر وانتهى البرنامج وقف خلاص واضحه معاك هذه ان شاء الله بدون وجود الاف ستيتمنت راح يصير عندنا مشاكل في الجنب هذه واللي تشوفه معي هني احنا هني انتجنا دوران دوران والدوران في البرمجه في جافا وباللغات كلها نقول عنه كلمه لوب لوب يعني دوران ولوبينج معناها انه يبدا الدوران شغال هل اقدر اخذ هذا الكود بالكامل واحطه داخل الاف ستيتمنت ممكن شوفه معي بالطريقه هذه كلير نظف ونفذ نفس الاوتبوت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بالضبط فبتشذي راح يكون بصراحه اضبط شلون؟ انه يبدي البدايه وهذه النهايه وطبعا شنو عندك؟ عندك الشرط اللي راح يوقف اللوب هذا هو اذا صار فولس خلاص طلعنا من هنا وانتهى الامر في نهايه السطر كذلك انت مضطر انه يكون عندك كاونتر كاونتر عداد عداد تزيده في كل دوره ولو تزيده بحبه واحده علشان تبطل هذا الشرط تسوي فولس في الوقت المحدد وكذلك عملية الجمب هذه اللي هي تقفز إلى بداية الإف ستيتمنت يعني هذه ممكن تكتب بالطريقة هذه بسطر واحد لاحظ نفس الاوتبوت الموضوع هنا بصراحة صار واضح جدا تعرف الفاريبل اول شيء تعطيه قيمه مبدئيه نقول عنها انيشال فاليو القيمه الاوليه حق الاي فالفاريبل اللي قاعد يتحكم في الدوران هو اي هني انت تشيك صلاحيته بالاف ستيتمنت اللي اخذناها المحاضره السابقه واللي قبلها تقوم باعمالك اللي انت تحبها هني في نهايه اللوب في نهايه اللوب تزيد الاي اللي يتحكم الكاونتر هذا تزيده بحبه مثلا انت تبي 10 مرات تزيده واحده واحده مثلا وبعدين تقفز الى بدايه الاف ستيتمنت وصلت الفكره وطبعا هني ممكن الاي تدخلها في حساباتك فشوفها معي مثلا هني فانا ممكن اقول له هني هذا برنت اف نفس اللي عندنا في جافا اصلا هو اصلا من السي فبحط اي هني وهني نحط برسنتج دي نفسه بالضبط اللي عندنا بجافا اللهم ما في سيستم دوت اوت برنت اف على طول ننفذ ونشوف لاحظ الكاونتر قيمته تطبع معانا هنا في بدايه السطر فهذا الفاريبل الكاونتر نقول عنه ليس فقط للتحكم بعدد الدورات فقط ايضا ممكن يدش بالحسابات انا باخذ الكود هذا بصراحه وانقله الى جافا واعدل عليه عشان شغله في جافا خليك معاي شايف بالمي نسخته بالكامل كوبي ونرجع الكود اللي عندنا طبعا هذا كود السي وما راح يشتغل معنا هني السطر الاول راح يشتغل انيشال فاليو جو تو هذه ما تشتغل طبعا برنت اف هذه ما راح تشتغل الا انك تكتب سيستم دوت اوت قبلها بالطريقه هذه راح تشتغل معاك باحلى ما يكون الحين انت تقول جو تو مو موجوده بجافا وليبل ما في بجافا شنو الحل 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 اول شيء وشوف وخلك معي امسح لي جو اللي هي اخر شيء بالاف الخاصه بالدوران تمسح لي جو تو شايف لا تنسى الحين ما راح يدور عدل تقول لا جابا ما فيها جو تو ادري ما فيها بس كفكره ما راح يدور وتمسح لي الليبل والاف وتكتب بدالهم كلمه وايل كلمه شنو وايل صارت الفكره خلينا نحفظ الحين وننفذ شايف التنفيذ ان شاء الله عسى واضح معك بالضبط فش اللي صار عندنا انه تخلصنا من جو تو هذه جو تو مسحناها ومسحنا هذه اللي هني وكتبنا بدالها وايل وخلاص وصلى الله بارك كعرفنا نكتب وايل لوب هذا نقول عنه وايل لوب وهو اف ستيتمنت بصراحه قبلها ليبل وفي نهايتها في نهايتها السطر الاخير فيها جو تو للليبل وصلت الفكره وكانك كنت كاتب هني شايف اخر سطر جو تو وايل ستيتمنت وشنو هي الوايل ستيتمنت؟ هي بديل للاف بصراحه هي بديل هي بديله للاف اللي قبلها ليبل وهي ايضا ازاله لجو تو وايل فخلاص انت بس تكتب وايل اوتوماتيكيا انت عارف الترجمه جنها اف فهذا اللي لازم يكون شنو بولين اكسبريشن ترو فالس طويل اند اور كيفك عاد ها انت عارف الاف ستيتمنت حط اللي تبيه هنا وخلاص هاي بدايه اللوب الدوران وهذه راح تكون هنا نهايه الدوران بالطريقه هذه ها فهذا لازم يدش داخل بالشكل هذا خلاص كذي الحين احنا واضحه معانا يعني شنو وايل لوب وتقدر تعطيه 1000 اذا تبي 100 يعني ممكن اعطيه هنا 100 او 1000 نحفظ وكمبايل ورن واضح معك تبي تسوي مثلا 100000 الف. 100000 الف. شايف معي العداد ماشي معانا هذا هو وقف معانا وخلص تقدر طبعا بالكود الحين تشيل كومنت انت عارف يعني شنو اللوب وهذا اسمه وايل لوب نوقف شوي مع بعض علشان نراجع الكود اللي طاف لا يمشي عليك بسرعة كذي ها تبي تفهم كل قطعة فيه والأنواع اللي مرت علينا هذه كلها وتلخصها عندك أول مشكلة كانت عندنا أن احنا محتاجين أن احنا نكرر سطر أو مجموعة أسطر وكان هذا السطر اللي عندنا محتاجين نكرر هذا ففي عندنا حاجة للتكرار فممكن يكون سطر واحد أو أكثر من سطر إذا أكثر من سطر لازم يكون متصلين ببعضهم البعض سجل الملاحظة هذه عندك علشان نحصل على فكرة الدوران احتجنا أن نعرف ليبل علامة وفي نهاية الأسطر البرمجية اللي نرغب بتكرارها نقفز إلى هذه العلامة Go to يتغير الانستركشن بوينتر في السي بي إلى العنوان في الذاكرة اللي فيه العلامة ويبدأ التنفيذ مرة ثانية هذا أعطانا فكرة الدوران لوب بالانجليزي نقول عنها لوب لكن المشكله اللي واجهناها هني ان عمليه الدوران هذه غير منتهيه وان البراوزر راح معانا سحبه واحده وعلق بعدين فاحنا صحيح عندنا دوران ولكن في هذه الحاله غير منتهي نقول عنها انفاينايت لوب في ناس يقول انفينيت لوب انفاينايت لوب راح تشوفهم بالدكشنري نفس المعنى علشان نحل هذه المشكله احتجنا ان نطور الاسلوب البرمجي هذا الى الشكل التالي ما زال السطر اللي نبي نكرره او الاسطر موجوده في المنطقه اللي لونها اخضر معانا هني فسطر او اكثر متصلين ببعضهم البعض خارج منطقه الدوران، هذه منطقه الدوران شوفها معاي القوتو هني والعلامه هني نقول عنها هذه منطقه الدوران، خارج منطقه الدوران قبلها بالضبط نعرف ونهيئ متغير الدوران. متغير الدوران اللي عندنا هني انا سميته آي أه راح نطلق عليه مسمى عداد الدوران، عداد الدوران. وهو اللي راح يتحكم معانا هني بعدد الدورات، فهو قبل بدايه اللوب، بدايه اللوب تكون من الليبل اللي انت شايفه هني. يبدا اللوب مثل ما اتفقنا من عند الليبل وينتهي في الجو تو. بعد وضع الاسطر البرمجيه المطلوب تكرارها نزيد عداد الدوران. زياده عداد الدوران بخطوة واحدة يعني برقم واحد نزيد حبة واحدة بلس بلس. ثم تأتي معنا الاف ستيتمنت اللي راح تدقق فيه شيء واحد فقط إذا قيمة عداد الدوران أقل من عدد الدورات اقفز مرة ثانية إذا قيمة عداد الدوران اقل من عدد الدورات المطلوب عدد الدورات المطلوب اقفز شغل اللوب ما عدا ذلك ما راح تنفذ وراح يتم تجاهل الجو تو وراح يكمل برنامج تنفيذه اذا في اسطر برمجيه بعد او ينتهي اذا ما في شيء بالطريقه هذه اللي انت شايفها معي اي تساوي صفر راح ينفذ السطر هذا ومثل ما سويت معك نقول عندنا تريس تتبع الكود نفذت لك اياه قبل شوي صفر واحد اثنين ثلاثه راح تحصل هني على عشر اسطر ولكن في ملاحظه هنا انا ما قلتها قبل شوي بصراحه، طيب لو كان ان الاي يساوي مثلا عشرة في بدايه الامر عشرة راح تلاحظ ان في عندك مشكله بانك طبعت السطر هذا، بعدين دققت ان 10 اقل من 10 فولس فخرجت. هذا معناه انك طبعته مره واحده. في حين كان المفروض ما يطبعه، المفروض هذا لا يطبع، لان اي تساوي عشرة فالمفروض ما في جنب والمفروض هذا لا يطبع. علشان كذي شفتني رتبت لك الكود بطريقه اخرى عشان تمنع حاله ان كود التكرار يتنفذ اصلا مره واحده على الاقل انت محتاج انك تطلع الى الشكل الثالث اللي شفته معي لا تنسى هذه الحاله نقول عنها الحاله رقم اثنين الحاله رقم واحد هذه الحاله رقم واحد الدوران الغير منتهي الحاله رقم واحد الحاله رقم اثنين يطبع لك محتوى الدوران مرة واحدة على الأقل حتى لو كان عداد الدوران لا يسمح لك بالدوران لاحظت هذه معي؟ لكن إذا سويت الطريقة الثالثة الحالة الأخيرة في المنطقة هذه إذا I تساوي عشرة بالشكل هذا فراح يتم التدقيق في المنطقة هذه ولن تدخل اللوب لن تدخل اللوب فلن يتم طباعة هذه مرة واحدة فقط يعني تحكم كامل هذه نقول عنها الحالة المرغوبة الحالة رقم ثلاثة بانه يتم التدقيق على عداد الدوران مع عدد الدورات في بدايه محتوى اللوب. لا تنسى ايضا ان الكاونتر عداد الدوران، كاونتر يتم زيادته دائما في السطر اللي قبل الجو تو في حاله لغه السي. طيب، نطلع من الحاله رقم ثلاثه، وما عندي حالات اكثر. حبيت اوضح لك نقطه هنا بعد بلغه السي ان عداد الدوران او الكاونتر العداد ممكن يدخل في حساباتك في الاسطر بعد وهذا اهم شيء بصراحه عندنا تدخل هذا المتغير في اسطر التكرار المرغوبه هذه فلاحظ معي الاوتبوت مع ارقام بعد شايف معي ان شاء الله امورك واضحه كذي لما قمنا بالترجمه الى لغه جافا تخلصنا من جو ودمجنا الاثنين مع بعض على انهم كلمه وايل فصار السطر الاخير هو تحديث محتوى عداد الدوران لا تنسى الله يرضى عليك ان هذه اف ستيتمنت ابدا ابدا لا تنسى هذا الكلام انها اف ستيتمنت هذا معناه ان هذا ايضا يعرف باسم كونديشن شرط والكونديشن في الاف ستيتمنت يكون عاده شنو بوليان اكسبريشن يعني ايا كان مو لازم يكون اي اقل من 100 ممكن يكون اي اقل من 10 and مثلا كنت معرف r قبل مثلا متغير اخر و r تساوي بوك مثلا يعني معرف string قبل بعد ماخذها من المستخدم مثلا and وممكن or وممكن خط طويل من البوليان اكسبريشن وممكن يكون هني x و مثلا هو عباره عن boolean variable فراجع البوليان Expressions محاضرات السابقه فلا طالع وايل هذه علينا شيء غريب ابدا هي اف ستيتمنت اللهم راح تتيح لك عمليه الدوران لا تنسى دائما دائما حط الفاريبل هذا عند نهايه اللوب ننتقل الى الموضوع اللي بعده خلنا نبدا نطبق شوي والاوتبوت لهذا الكود معروف طلبوا منك الحين انك تطبع هذه المحتويات خمس مرات ولاحظ هذه الاسطر المتصلة ببعضها البعض اللي تكلمت عنها يعني سطر ورا الثاني ما في بينهم شيء ما تبي تكرره فللتكرار لتكرار الاثنين احنا عارفين النمط اللي عندنا بتعرف variable i عطيه اسم بسميه i counter اللي تحبه while loop وبعد الاسطر هذه بتحط i++ وتسكر اللوب ارجو انك ترتب الكود لانك انت الحين داخل حاجز برمجي لاحظ هذه بدايه الحاجز فلازم تدخل مسافتين على الاقل وفي نهايه الوايل لوب طبعا تعطي الاي بلس وتسكر شوف التنفيذ مع بعض لاحظ خمس مرات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة لو فرضنا الحين أن المطلوب تكرار النجوم وليس علامة التعجب المفروض الامر واضح معك بان هذا السطر لازم يطلع برا اللوب فتاخذه كت وينتهي اللوب بعد اللوب بتحطه هني شوف الاوتبوت لاحظ خمس مرات نجوم ومره واحده علامه تعجب لو فرضنا ان طلبوا منك علامه التعجب تطبع ثلاث مرات ففي وايد اختيارات طبعا لكن اسهل شيء ومباشر انك تسوي لوب ثاني بالطريقه هذه شوف معي بالطريقه هذه ولكن راح تصير عندك مشكله لان في هذا البلوك البرمجي في هذا الحاجز البرمجي لاحظ اللي مظلله لك مهني لهني انت معرف تعريف انتجر اي انتجر اي مرتين فهذا راح يعطيك ايرور في الترجمه شوف معي لاحظ variable اي المتغير اي is already defined اصلا هو معرف مسبقا شلون هني واحد بيقول كان بعطي اسم اخر لا لا تعطي اسم اخر عيد استخدامه تدوير المتغيرات تشيل التعريف وتعمل له تهيئه فقط بصفر لان في نهايه هذا اللوب اي راح يكون وصل رقم كم خمسة فخمسة ليس أقل من خمسة ينتهي اللوب فما تبي اي تكون خمسة وما تدخل هني فببساطه فقط اعطى قيمه اوليه مره اخرى وبكذي ان شاء الله امورك حلوه نحفظ لاحظ خمس مرات معلش هو المفروض ثلاث مرات نقول هني ثلاثه لاحظ ثلاث مرات علامة تعجب وخمس مرات علامة استفهام ننتقل إلى تدريب شوي أعمق التمرين يقول نبي رقم عشوائي خلنا نقول رقم صحيح عشوائي بين عشرين ومئة وثلاثين طبعا الموضوع هذا احنا غطيناه في محاضرة الماث الرياضيات ارجع للمحاضرات السابقة ولكن ايضا نأكد الفكرة هنا عشان تحسبها بسرعة انت عارف ان بالماث كلاس انت عندك العملية الراندوم راندوم راح تعطينا رقم بين الصفر والواحد رقم عشري فلازم تكمل معالجة هذا الرقم لو فرضنا أن هذه القيمة الصغرى المينيموم من وهذه القيمة الكبرى ماكس فأول شيء بيسوي بتشوف المسافة بينهم تطرح الماكس من المن يعني 130 ناقص 20 تحصل على 110 فناتج راندوم يجب أن تضربه ب 110 هذا راح يحول الرقم الكسر هذا الى رقم عشوائي من 0 الى 110 لكن المطلوب انه من 20 الى 130 فالمفروض الناتج من هذا تجمع عليه 20 عشان تعمل له ازاحه واللي هو تجمع عليه المينيموم بكذي راح تحصل على رقم عشوائي من 20 الى 130 ولكن رقم دبل ما هو صحيح فمضطر بعدين الناتج اللي يطلع من هني تعمل له عمليه راوند فراح تحصل هني على رقم صحيح سواء لونج او اذا تبي يصير انتجه سوي له كاست خليك معي بالكود طبعا اذا تحب تنفذ وتشوف الاوتبوت ممكن هني شوف معي القيمه العشوائيه بين الصفر والواحد لاحظ معي الرقم نفذ مره ثانيه رقم اخر مره ثالثه رقم اخر نعم لكن هذا الرقم بين الصفر والواحد نضربه في 110 راح تلاحظ ان الرقم الحين اللي راح نطبعه راح يكون بين 0 و110 رقم عشوائي. لاحظ 5 و5 من عشره 108 47 وانت رايح. لكن المطلوب انه يبدي من 20 ل 130 نعمل له ازاحه. لاحظ الارقام 124 لاحظ 124 بين 20 و130 وطبعا اقل رقم واحد تشوفه هو 20 محتاجين هنا نسوي له راوند عشان نحوله الى انتجر وطبعا ما تنسى تطبع البي لان حاليا الانتجر او اللونج هو بي لاحظ معي الارقام معي ان شاء الله في واحد يقول انا ما بي لونج ابي انتجر طبعا ممكن تعمل كاست طيب شنو المطلوب الحين؟ آه هذا الكود خطوات متصله ببعضها بعض، لاحظ كم سطر عندنا ونبي نطبع الاوتبوت، كم رقم تبي؟ والله المطلوب مثلا خلينا نقول مثلا 30 رقم، المطلوب 30 رقم، يعني هذا الكود لازم يتكرر 30 مره. انتهى الموضوع هني لازم تستخدم الوايل لوب بالطريقه هذه. ونعمل عملية محاذاة للأسطر اللي داخل الحاجز البرمجي الخاص بالوايل. سطرنا الأخير وإحنا عارفينه ان نزيد الاي بواحد نفذ الكود كومبايل رن لاحظ الارقام معانا هني شايف معي حابنا الارقام تطبع مجاوره لبعضها البعض ممكن البرنت لاين يصير برنت ونضيف مسافه هذه الارقام قدامك عندك هني ملاحظتين لو نفذ الكود مره ثانيه راح نحصل على نتائج طبعا مختلفة لان احنا قاعدين نستخدم عملية راندوم ولكن في القائمة هذه في مجال يطلع لك تكرار في مجال يعني لاحظ هنا مثلا رقم 122 122 في واحد يقول انا ابي ارقام عشوائية غير مكررة هذا الموضوع في مادة اللي بعدها على طول في موضوع الريز ان شاء الله لكن هني ما نقدر نحله على العموم طبعا ما يفرق معاك انك تقول هني مثلا 100000 خذ راحتك الارقام راح تنزل عشوائية على الاخر نكبر عشان تاخذ لك نظرة حلوة تمام كذي هذه أرقام عشوائية وأكيد مكررة أكيد طيب الموضوع الثاني وموضوع صراحة يهمني وايد هل في مجال اختصر الأسطر هذه؟ نعم في مجال وفي مجال كبير جدا ولكن هل اختصرها؟ والله لمستوى معين نعم فخليك معي الحين مثلا شوف الحركة هذه يعني ليش انا بالفاريبل واضربها ب 110 ما لما انشأه اضربها على طول مئة 110 بالطريقة هذه شايف معي؟ وراح يعطيك نفس النتائج وخلنا نقول هني نبي عشر أرقام فقط ها؟ لاحظ شغال ما في إلا العافية دام إنك ضربت إنسان اجمع بعد مرة واحدة الأفضل للقراءة إن تحط القواسة هني مع إنه ما في داعي لأن الأولوية أحصل للضرب على الجمع بالطريقة هذه أيضا شغال هل في مجال أكثر من كذي طبعا في مجال أكثر من كذي بوايد في مجال إني أجيب هذا هني شوفه وأحطه بدال هذا والغي الفاريبل بعد صحيح ممكن لكن كذي راح تكون انت قاعد تحشيه قاعد تعبيه بطريقه الامر بانه يصير غير مقروء للمبرمجين اللي بعدك فما افضل بصراحه لكن ممكن لا ممكن اكثر من كذي بعد شوف معي هذا طبعا شغال لاحظ ممكن هذا بالكامل بتحطه هنا وايش لك بتعريف الفاريبل حتى ولكن هذا السطر ما هو طيب وما هو يعني عمل مبرمجين مع بعضهم بعض فريق انت هني قاعد تشفر عشان غيرك ما يفهم وهذا اسلوب سيء جدا فخل الكود مالك نقول عنه مقرو ريدبل قلنا هالكلمه في بدايه المحاضرات المهم الحين ابي ارجع لك الكود هذا الى الشكل الافضل فشوف معاي فهذه القطعه الاولى وهذه هي القطعه الثانيه وهني حرف البي ولا ننسى حرف الـ A هني بالشكل هذا اقدر اقول هذه افضل طريقه يعني ما تيجي تكتب اسطر طويله ولا سطر واحد مضغوط بشكل هذا مقروء وواضح ان شاء الله ننفذ بس عشان نتاكد انه شغال الحين بالنسبه للفاريبل هذا لاحظ Double يتم تعريفه داخل البلوك هذا هذا الحاجز ولاحظ ان لوب كذا مره فقاعد يتعرف اكثر من مره ولكنه ما اعطانا اي مشكله. انت معرف A من نوع دبل و B من نوع انتجر وقاعد يسوي لوب عشر مرات بما معناه انك قاعد تعرفهم عشر مرات وهذا مثل ما شفت معي قبل شوي بس لما سوينا واي لوب حق النجوم ووايل لوب حق علامات تعجب عرفنا اي قبلهم مرتين حصلنا على مشكله في الترجمه بان الفاريبل اي معرف مرتين فما بالك في هذه اللي هي عشر مرات استكمل معاك صراحة فكرة الحاجز الحاجز البرمجي هذا حاجزنا هني هني وهني وهذا مجاله اللي قاعد يصير معانا كل مرة في الوايل لوب وهذا التحكم بالكامل الوايل لوب ان هذا الحاجز احنا ندخل بداخله ونخرج منه وندخل مرة ثانية فالموضوع فقط في فكرة الحواجز البرمجية قانون تأخذ في جميع الحواجز اي إن كانت سواء وايل لوب ولا في المستقبل قدام راح تشوف ميثودز ولا غيره وغيره، انك لما تطلع من الحاجز اي متغير كنت عرفته بداخل الحاجز يتم ازالته بعد الخروج. قانون أخذ معك، ناخذ الفكره هذه الرئيسيه بالحواجز بان اذا انت عرفت اي متغير مثلا A وB داخل الحاجز وخرجت من الحاجز، خرجت خروج، يتم ازاله المتغيرات اللي تم تعريفها بالداخل اللي هم A وB من الجافا فيرتشوال ماشين، طيب ولما تدخل مره ثانيه يتم إنشاءهم مره ثانيه. معي؟ فبالطريقه هذه ما حيكون في اصلا انه معرف اكثر من مره، الموضوع يرجع حق الاي. لاحظ الاي معرفه وين؟ بالمنطقه هذه، خارج الحاجز البرمجي. فدخولك بالحاجز وخروجك منه ما راح يلغي وجود المتغير اي لانه معرف خارج الحاجز. وصلت الفكره كذي؟ فسجل الملاحظه هذه عندك. عند الخروج من أي حاجز برمجي والواي لوب ترى تطلع منه وتدش مرة ثانية تطلع وتدش بالطريقة هذه ها عند الخروج من أي حاجز برمجي يتم إزالة المتغيرات التي تم تعريفها بداخل الحاجز من بيئة جافا نقرأها مرة ثانية عند الخروج من أي حاجز برمجي جميع المتغيرات التي تم تعريفها بداخل الحاجز يتم ازالتها من بيئه جافا ونقصد فيها اي و بي اما المتغيرات المعرفه خارج الحاجز فيتم المحافظه عليها وزياده قيمتها وتغييرها بشكل طبيعي فلاحظ اي اول شيء كانت صفر صارت واحد الدوره الثانيه اثنين وانت رايح الحين راح نحاول ندخل الكاونتر اللي هو هنا احنا عندنا اسمه اي في العمليات اللي تتم داخل اللوب علشان نشوف شلون ممكن يفيدنا فخليني امسح لك هذا نقول خمس دورات على فكره دوره واحده نقول عنها سايكل دوره واحده او ايضا يطلق عليها كلمه ايتريشن سجل الكلمات هذه عندك نقول سايكل اي وهنا نحط برنت لاين ونشوف الاوتبوت مع بعض لاحظ سايكل 0 سايكل 1 2 3 4 في شخص بيقول يعني ما هي حلوه خليه يقول سايكل واحد cycle الدوره الاولى الدوره الثانيه ما هي الدوره صفر يعني فانت علشان تقوم بالعمليه هذه احتمال تبي تبدا هنا بالرقم 1 مثلا بالشكل هذا وخلينا نشيل يساوي عشان تكون واقعيه اكثر شوف معي الاوتبوت الحين سايكل 1 سايكل 2 3 4 طيب الخامسة ما يات معانا احنا بخمسه اوكي ممكن تقول يساوي بالطريقه هذه معي واضحه معك ان شاء الله؟ فمو لازم الكاونتر يبدا من الصفر دائما، ممكن تقوم بالحركه هذه، الشيء هذا متاح دائما، خذ راحتك. لكن انا احب اقول شيء واحد انه عرف المبرمجين لانك قدام راح تشتغل ان شاء الله على اريز واوبجكتس وغيره، نبدي بالبرمجه دائما من الصفر، دائما نبدي من الصفر. اما عالم قواعد البيانات، الداتا بيس، لا فهذا العالم يبدا من واحد، عالم غريب شوي بالنسبه حق عموم منتجات المبرمجين. على العموم، فاذا رجعنا الى الصفر، الصفر فعشان نحصل على خمس دورات نشيل اللي يساوي الموجودة هنا شلون راح نحصل على رقم الدورة انه يبدأ من واحد مثلا ابيك تلاحظ معاي شيء مهم جدا هنا الفرق بين انك انت تاخذ قيمة اي في المنطقة هذه ففي الدورة الاولى اي راح تكون قيمتها صفر اضبط تقدر تجمع على الصفر هذا واحد يصير الناتج واحد لكن ما زالت اي صفر لاحظ راح زيادة اي في المنطقة هذه فقط، هذه أنت عارف شنو معناها من السابق، أن هذه معناها اي تساوي اي زائد واحد. بالطريقة هذه. اللي راح يصير هني أن قيمة اي راح تحضر وراح يضاف عليها واحد، لكن المتغير اي لن يتم تحديث محتواه إلا في هذا السطر. أرجو يكون هذا الشيء واضح معك، فبالطريقة هذه شوف معي راح يتم معنا التحديث وخلك معي شوف. لاحظ الدورات تبدي 1 2 3 4 5 مع ان اي ما زال يبدا من الصفر، طيب في واحد يقول زين اي تغير هني لا ما تغير والدليل اني إن يعني راح لك اياه الحين واخليني هني اشيل البرنت لاين علشان ينطبع في مكان واحد عشان تتاكد معي انه بالفعل لم يتم تحديثه لو كان تحدث في الدوره الاولى هو صفر مثلا تفترض انه صار واحد يعني تحدث فالمفروض يطلع لك واحد هنا، الا انه لم يتم تحديثه، انما التحديث يحصل في نهايه اللوب في المنطقه هذه، خليك معي شوف الاثبات. لاحظ ان اي ما تم تحديثه في عمليه البرنت لاين هذه. فتستطيع دائما انك تستفيد من قيمه الاي، تجمع عليها، تضرب عليها، تقسم عليها، تاخذ راحتك، ولكن لا تحدثها، اترك التحديث لهذا السطر الاخير، هو الذي يحدث. ليش صار تحديث؟ لانه جمع عليها في الرايت فاليو بالقيمه اليمنى ورجعت الى الليفت فاليو وتم تعبئه اي بالقيمه الجديده. طيب هذا ياخذك الى موضوع اخر بصراحه انك انت تقول مثلا بجمع عليه مثلا 20 الدوره 20 21 3. مع ان الاي ما زالت 0 1 2 3 4 واضحه معك؟ ممكن تضرب تضرب برقم وهذا شيء جميل جدا لاحظ لو ضربت الرقم باثنين لاحظ السايكل شنو راح تصير؟ صفر اثنين أربعة ستة ثمانية أرقام زوجية جميل جدا الرقم الزوجي هو رقم مضروب باثنين والرقم الفردي هو رقم مضروب باثنين إذا تحب مجموع عليه واحد هذا أكيد رقم فردي شوف معي لاحظ الرقم واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة خلنا نروح على فكرة أن احنا نأخذ أرقام من المستخدم ونجمعهم له وخلنا نقول بناخذ نأخذ خمس أرقام مثلاً عشان تستقبل من المستخدم قيمة أنت محتاج سكانر فخلنا نجربها على قيمة واحدة فقط بالطريقة هذه أنت راح تقرأ قيمة واحدة فقط خلنا نطبعها ونجرب شوف الاوتبوت معي لاحظ قرينا قيمة واحدة الموضوع محتاج ان احنا نسوي لوب على هذه العمليه، صحيح؟ فما في مفر من اللوب. ولكن بالطريقه هذه انت فقط قاعد تقرا القيم، خمس قيم وبس. ما حيطلع اي اوتبوت. شلون ممكن اجمعهم؟ شلون ممكن اجمع هذه القيم؟ اول محاوله اكيد بتسويها انك تعرف فاريبل داخل اللي هو المجموع مثلا. فتقول انتجر أه، توتال مجموع توتال اذا وضعته في هذه المنطقه في كل دوره راح يمسح كتعريف ومحتوى بالكامل يعني بالدوره الاولى تاخذ قيمه اكس وتحطها في توتال طيب الحين تبي توتال موجود معك حق الدوره اللي وراها عشان اكس الثانيه تحطها معك الا شيء يصير فيك طلعت من البلوك بلوك الوايل ورديت مره ثانيه بالديش ومسح توتال راح لك فمنطقيا فعليا ما يصير تحطه داخل لانه راح يمسح في كل دوره وهو لازم يكون اللايف نقول عنه عايش على مدى الدورات كلها واضحه معاك ان شاء الله فاكيد تعريف الفاريبل داخل اللوب في مشكله كبيره عندك الفاريبل اللي راح يجمعهم الخمس قيم في كل دوره قيمه واضحه معاك ان شاء الله هذه فبصراحه ما تقدر تعرف توتال داخل اللوب وضحنا الشيء ان الحاجز البرمجي محتوياته اللي تم تعريفها بالداخل تمسح في كل دوره فالحل الوحيد طبعا انك تعرف توتال بره هذا اول شيء في المنطقه هذه ان شاء الله واضحه معك هذه اعرف السبب الحين ايش اللي بيصير في كل دوره لو فرضنا ان توتال في, في بدايه الامر قيمته صفر الهدف من عنده انه يجمع القيم صحيح توتال راح نضيفه داخل هنا داخل اللوب راح نقول توتال راح يساوي قيمته هو نفسها واللي هي صفر في في بادئ الامر زائد اكس القيمة الجديدة اللي راح ناخذها من المستخدم فخلك معي خلنا نسوي تريس تتبع تتبع نقول عنه تريس تتبع الخطوات فاحنا في بداية الأمر الاي صفر والتوتال صفر لا تنسى الاي صفر والتوتال صفر هذه قيمة اي راح تكون مسجلة في المنطقة هذه وبعدين هذه قيمة توتال وهذه قيمة اكس ان شاء الله الدورة الأولى اي تساوي صفر لأن أول دخول لنا والتوتال صفر والاكس لم يتم قراءتها حتى الان مو معرفه حتى الان دخلنا هني اخذنا قيمه من المستخدم ونفرض ان اخذنا القيمه مثلا أثنين فاكس تحولت الى القيمه أثنين من المستخدم صحيح التوتال ايش بيصير فيه التوتال راح يكون كذي توتال يساوي قيمه توتال اللي هي صفر هذه صفر مثل ما اتفقنا لانه معرفه في السابق نجمع عليها قيمة x واللي هي الرقم 2 في هذه الدورة فالمجموعة يكون 2 ففي نهاية هذا السطر نهاية هذا السطر تتحول توتال إلى 2 آه راح يتم زيادتها بواحد فراح تتحول إلى 1 حلو نصعد الدورة الثانية هذه القيم اللي عندنا x راح تكون undefined لأنه تم إزالتها من بيئة جابة اخذنا قيمة ثانية ونفرض انها تكون رقم ثلاثة فحاليا اكس راح تصير ثلاثة يصير المجموع هنا توتل ونجمع عليه القيمة اكس توتل حسب الدورة الاولى كان خذ القيمة اثنين فراح يصير عنده اثنين وقيمة اكس راح تكون ثلاثة راح يصير المجموع خمسة وتحول توتل هذه الى الرقم خمسة معي ان شاء الله الآن بتزيد واحد بتصير اثنين وتكمل الدورة اللي وراها undefined ونفرض انك اخذت الرقم اربعة اربعة فاكس اخذت الرقم اربعة فهني توتل قيمته خمسة ونجمع عليها الرقم الجديد اكس اللي هو اربعة اللي اخذته من المستخدم مثلا ينتج عندنا توتل رقم تسعة مجموعهم فيصير توتل تسعة فتوتل هذه تتحول الى تسعة I بتزيد بحبة واحدة بتصير ثلاثة الدورة اللي بعدها توتل ما زالت لأنها تعيش في الخارج محافظة على قيمتها وآي أيضا تعيش في الخارج محافظة على قيمتها أما إكس فيصير غير معرف أخذنا القيمة خمسة مثلا الحين من المستخدم أخذنا القيمة خمسة بيصير عندنا توتل حسب السطر هذا تسعة زائد خمسة نحصل على الرقم 14، 14 هني، والـ i بتزيد برقم 1 يصير 4، مازال True، نخرج من اللوب وندخل so Undefined، ناخذ رقم هني مثلاً، اخذنا الرقم 6 من المستخدم، 14 6 بيعطينا الرقم 20، تتحول إلى 20. والاي بتزيد بواحد بتصير خمسة خمسة اقل من خمسة فولس يخلص البرنامج ان شاء الله الفكرة واضحة فكرة انك تحط متغير لتجميع القيم هذه الصيغة ارجو تكون واضحة معك ان شاء الله خلنا نطبقها مع بعض بدأ التنفيذ الحين هو منتظر من عندك خمسة ارقام بنقول الرقم اثنين ثلاثة اربعة خمسة سته صارت عمليه الجمع وما طبعنا الاوتبوت <applause> مع ان شاء الله اكيد تنزل بعد اللوب لان اي ما زالت موجوده معك والتوتال معك لم يتم تعريفهم داخل اللوب انما استخدموا داخل اللوب فقيمهم ثابته خارج اللوب فنقدر نطبع القيم هني بالطريقه هذه انت تطبع كلمه توتال على فكره كلمه توتال معناها المجموع المجموع تمام إذا تحب بعد تطبع قيمة i بيقول لك كم دورة سويت أنت أصلاً فنقدر نشوف قيمة i نفذ مرة ثانية لاحظ خمسة أرقام هذا مجموعهم وهذا عددهم في واحد يقول بس هو بدا من الصفر لغاية أربعة فنعم هو تم تحديثه إلى خمسة وآخر شيء ما دخل اللوب ولكن ما زالت قيمته هي اخر قيمه تم تحديثها اللي هي خمسه اللي هي ان شاء الله الموضوع واضح عمليه التجميع ارجو ان هذا هذا النمط هذا النمط اسمه نمط التجميع جمع القيم ها جمعهم يكون واضح لك فمتى ما صار عندك تجميع قيم من المستخدمين بالطريقه هذه هذا اول شيء كذلك شفت ان الاي ايضا متاحه خارج اللوب لانه معرفه اصلا خارج اللوب ممكن تطلع القيمه زياده ممكن اذا تحب تطلع تطلع بقيمه المتوسط الحسابي اللي هو مجموع الارقام على عددهم مجموعهم تقسيم عددهم هاي يسمونها المتوسط الحسابي قيمة رياضية بسيطة بالإنجليزي اسمه average معي فممكن أطلع لك القيمة هذه إذا تحب average معناها المتوسط الحسابي اللي هو مجموع القيم تقسيم عددهم فممكن نقول هني total تقسيم i ولكن هذه راح تصير قسمة صحيحة فالافضل تضرب واحد فيهم بكسر عشان تطلع قيمة نسبية بالطريقة هذه نشوف التنفيذ نعطي الارقام 4 5 8 20 17 شوف معي ان مجموع هذه الارقام 54 وعددهم 5 وهذا المتوسط الحسابي لهذه الارقام في الوسط تقريبا هذه القيمة تقريبا اخذك على مثال جميل جدا كان هو عبارة عن تدريب يقوم فيه المستمع الكريم في نهاية المحاضرة الثامنة شو كان الهدف من التمرين؟ ان عندك تكست فايل اسمه cars.txt في معلومات عن السيارات كم لتر بنزين تاخذ؟ واللتر يعطيك كم كيلو متر بمعنى اخر ان ربع ربع لتر يعطيك كيلو متر كامل هنا فكان المطلوب انك تاخذ التكست فايل اللي عندك هذا اللي هو cars.txt اللي فيه هذه المعلومات وتنتج لنا الاوتبوت التالي بانك تاخذ القيم هذه 30 وربع هني تقسم 30 على ربع تحصل على 120 فتكتبها لنا هنا، فالمعالجه اللي قاعد تصير بالضبط انك انت تطبع اسم السياره وكم لتر فيها واللتر كم كيلو تقسم الرقمين على بعض وتعطيه الناتج هنا. وتستمر على كل سياره. اعتقد تذكرون هالتمرين ان شاء الله. حاليا بقوم باخذ كود من الاخوان الله يحفظهم اللي, اللي تراسلوا معي بالخاص، بنشوف الكود بنعدل عليه ونحاول نستخدم اللوب لان قاعد تشوفون ان في تكرار في الموضوع، لاحظ في تكرار واضح. فانا بجيب الكود مثل ما هو بصراحه وان شاء الله تستفيدوا معي خلكم معي خلك معي هذا الكود وصلني من احد الشباب بالبرايفت وبصراحه ابي اشكره على الكود اول شيء وقال لي شغال قلت له شغال لكن في ذاك الوقت ما كنت اقدر أعد له لظروف خاصه فيني حاليا ابي اعد الكود هذا حقه أه طبعا كان عندنا ملف كارز دوت تكست وهذه البدايه وهذا السطر الاول والثاني والثالث الاوتبوت المطلوب راح تشوفه معي هني هذا الاوتبوت المطلوب بالضبط مثل ما شرحنا قبل شوي شو اللي صاير معاه هو بالضبط هني وطبعا نتعلم منه طريقة كتابته كثر ما تشوف كود كثر ما تتعلم أكثر والتعديلات هذه تفيد بالتعلم أيضا فلاحظ معي أن كلمة ديستنس مطبوعة هني يعني إحنا الهدف أن أول شيء تأخذ هذا وتزيد عليه كلمة ديستنس وتطبعه تحت إلا أن الموضوع ماخذ منه طريق شوي طويل أولا يقرأ الكلمة الأولى واللي هي نيم ثم يطبعها وبعدها مسافة كلمة الثانية ال لتر كاهي ويطبعها مرة ثانية كذلك لتر لكل كيلومتر يقرأها ويطبعها كان يختصر هذا بالكامل بأنه يقرأ الجملة بالكامل هذه ويطبعها وراها ديستنس بالطريقة هذه نكست لاين ويكون هذا سترينج مثلا 1 اللي حبه وبعدين بالطريقة هذه str1 وبالطريقة هذه نشوف الاوتبوت الحين هل هو نفس الاوتبوت ولا تغير لاحظ نفس الاوتبوت فلاحظ في كميه من الاسطر استغنينا عنها المهم مو هذا اللي نبي نتكلم عنه بمحاضره اليوم عندنا شيء ثاني نبي نتكلم عنه ولكن نكمل نحلل بالبرنامج القطعه هذه من الكود تقرا اول سطر اول كلمه فيه تويو مثلا وتطبعها كما هي لاحظ كما هي هنا مع مسافه عدد الليترز كانتجر وتطبعه كما هو مع مسافه وتقرا فلوت اللي هو لتر لكل كيلومتر وتطبعه كما هو وفي النهايه تقسم عدد اللتر على السرعه كيلومتر وتعطينا المسافه المتوفره هذا ممكن يتم اختصاره بطريقه اخرى بينما في داعي تقرا وتطبع تقرا وتطبع اقرا كل مره واحده واطبع مره واحده فمثلا اللي هني تشوفه هذا يكون في المنطقه هذه فما في داعي حق برنت لاين كذلك اللي هني ما له حاجه كذلك اللي هني. فلاحظ معاي الكود شلون مقروء اكثر افضل، شوفه معاي. ولو نعطي مسافه هني تمام. وبعدين نطبعهم كلهم مره واحده. نحفظ ونشوف ان الاوتبوت ما زال مثل ما هو. لاحظ نفس الاوتبوت. في بعد شيء؟ في بعد. هني المفروض بعد اسم المتغير يكون له معنى اكثر مثل ليتر وسبيد. تقول كار نيم بالطريقه هذه وتستخدم نفس اسم الفاريبل هذا في المنطقه هذه وتلاحظ نفس الاوتبوت معنا هذه ملاحظاتي له وهي ايضا ملاحظات لك ان شاء الله نفس الكلام هذا المفروض يطبق في المنطقه هذه والمنطقه هذه فممكن ناخذ نسخه من الكود لهني ونكرره في المنطقه هذه ولكن راح تشوف ان عندك الفاريبل كارنيم معرف مرتين وانت رايح المفروض تشيل التعريف عشان يعاد استخدام المتغير بالطريقه هذه نحفظ راح يعطينا ان شاء الله نفس الاوتبوت تمام كذي طيب دام انك تشوف معي الحين التكرار واضح قدام عينك آه هذا مكرر 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 تقدر تستغني عنه وتحط لك وايل لوب وخلاص ناخذ اول واحده فيهم اعدل لك الاندنتيشن احنا نفترض دائما مسافتين افضل فرتب الكود نبدأ نكتب الوايل لوب ننفذ الكود لاحظ نفس الاوتبوت هذا الكود ميزته عن الكود السابق مو فقط ان اختصر لنا مجموعتين من الكود، يعني هم ثلاثه، واحده فيهم باللوب، صحيح؟ فالغى اثنين، لا، هني ممكن يكون عندك كميه كبيره من السيارات، سياره نوع A B C مثلا، نفس الكود صالح حق الموضوع هذا، فممكن بس انك تزيد هني الرقم ان عندنا هني ست سيارات، نفذ الكود، لاحظ الحسابات قدامك. فميزه اللوب مو فقط انه يختصر لك كميه الكود ولكن يفتح الى كميه ضخمه من البيانات. طبعا هذه القدرات انك يكون عندك لوب وانك تفتح على ديتا ضخمه تفتح لك قدرات اخرى ايضا. فمثلا الحين عندك البيانات هذه نبي مجموع كل الليترز هذه تكتبها اللي تحت، كذلك المسافات هذه نبي مجموعها بعد، نبي متغير لتجميع كميه اللترات ومتغير لتجميع المسافات. انتجر توتال ليترز وفي البداية يساوي صفر كذلك لا تنسى أن مجموع المسافات هو رقم دبل فلا تنسى تعرفه دبل توتال ديستنس خلها ديست كذي كافي أيضا يساوي صفر بعد قراءتك للليتر تقدر تضيف محتواه على المجموع الخاص بالليترز يعني ممكن السطر اللي بعده على طول يعني هني شايف توتال ليترز يساوي توتال ليترز بلس نجمع عليه الليتر مع ان شاء الله اللي هني واضحه معاك هذه يعني ممكن في هذا المكان على طول بعد قراءتك للليتر وممكن تقوم بعمليات الجمع هذه قبل الاي بلس بلس يعني بالمنطقه اللي تحت اذا تحب ونعطي سطر جديد في المنطقه هذه وما في داعي حق السطر هني اما بالنسبه للتوتال ديستنس فممكن ايضا تقوم فيها بالمنطقه هذه توتال ديستنس تساوي توتال ديستنس بلس طبعا العمود هذا حساباته كاهي هذه هي اللي هني معي؟ فانت ممكن تاخذها وتحسبها مره ثانيه الا ان هذا الموضوع بالطريقه هذه يعني تحسبها هني وتعيد تحسبها مره ثانيه هني ما هو طيب بالنسبه حق الكمبايلر فالافضل انك تطلع بسطر في المنطقه هذه double distance وتساوي الليتر على السبيد تستخدم distance في في هذا المكان وهي نفسها اللي تحطها في هذا المكان. لا تنسى ان اللوب هذا راح يكون شغال وكل شيء تمام لكنك ما طبعت في النهايه اخر شيء النتائج في المنطقه هذه لان ما في برنت لاين بعد اللوب لاحظ هذا باللوب راح يصير تعبئتهم بعد اللوب ان شاء الله راح تقدر تطبع محتوياتهم فنطبع المحتويات بعد اللوب بكذي يكتب معنا الكود نحفظ وننفذ لاحظ معي مجموع اللترات 201 ومجموع المسافات المقطوعة 651 وبعض الكسور ما انسى اني احسب الحين متوسط عدد اللترات على متوسط المسافات المقطوعة كل المفروض تسويه انك تقسم على اي في نهاية الامر اي راح يكون انتهى الى الرقم 6 واللي هو عددهم بالضبط مجرد تقسم هذه القيم على 6 بالطريقة هذه Average liters كذلك Average distance تقسيم I و I متاح لا تنسى ان Total liters integer فالأفضل انك تضربها برقم عشري والضرب دائما في واحد عشري بالطريقة هذه ما يؤثر على أي رقم لا يغير إشارة الرقم ولا يغير قيمته أما هني فتقسيم I يكفينا لأنه هو أصلا دبل نحفظ ونفذ لاحظ الاوتبوت معك متوسط عدد اللترات عبارة عن 33 ومتوسط المسافات 108 نطلع على الموضوع اللي بعده خلك معاي وركز شوي في هذا المثال المطلوب هو أن راح نعطيك مبالغ نقدية فلوس أموال وانت أخي شيء تعطينا مجموع هذه الأموال طيب إذا الفكرة كذي أكيد على طول بتحط سكانر وتاخذ القيم وخلنا نفرض أنها انتجر وتعطيها وايل لوب وآخر شي بسكر اللوب وتطبع المجموع. خلني أطبع معاك هذا الكود. مو دائما نسميه توتال، يعني في طلبة عندي كل شي يسوون له توتال. تمام؟ مو لازم يكون الاسم توتال، توتال يعني مجموع الرقمي. ممكن تعطيه أي اسم. جراند توتال حق المبالغ على العموم انا هستخدم استخدم توتال بس لا تكون هذه الكلمه دائما في كل مكان تحطها ونقدر نجرب مع بعض نعطي ارقام واحد اثنين وهذا العاشر وهذا المجموع الموضوع مو صحيح كذي منو قال اني بعطيك عشر ارقام اللي وصلنا بالضبط ان اذا المبلغ ماني يساوي صفر هني توقف شلون يعني يعني كمية الأموال الموجودة غير محددة معدودة خلنا نقول معدودة يعني ممكن أعطيك عشرة خمسة أربعة لكن ما هو إنفينيتي أكيد ما هو لكنه مو محدد مسبقا يعني أنت حاطة هنا عشرة صحيح العشرة هذه مو صحيحة من يقول أنهم عشرة ممكن يكونون ثلاث مبالغ ممكن يكونون عشرين مبلغ ما ندري لكن كل اللي نعرفه اللي لما أقول لك أن الماني صفر خلاص. فأول شيء بصراحة راح تلقى أن الآي هذه اللي تحدد لك عدد الدورات ما لها مكان في هذا البرنامج فأول شيء لازم نشيلها هذا أول شيء ركز معاي بالخطوات هذه الشيء الثاني واللي هو محتاج تركيز شوي من عندك انت تبي اللوب هذا يتم شغال صحيح فتبى شيء يكون ترو في المنطقه هذه يكون شنو ترو اذا المبلغ يساوي صفر راح يوقف اللوب لكن اذا المبلغ اكثر من الصفر فالامور طيبه ها المبالغ ماشيه معنا فنقول money اكبر من الصفر فاللوب راح يشتغل ان شاء الله معنا واضحه معك ان شاء الله فهذا ثاني شيء الشيء الاول ما عندنا كاونتر اي ورغم اثنين ان اللي يتحكم في اللوب هو المدخل من المبالغ راح انه في مشكله هني انك انت هني قاعد تقارن ماني انها اكبر من صفر وانت اصلا ما عرفتها ولا اعطيتها قيمه وجيت على طول انت بتقارنها فالصحيح انك تاخذ التعريف هذا وتحطه فوق هني هذا الصح وطبعا دام انك عرفت الفاريبل برا هني تقدر تعيد استخدامه وليس تعريفه كل مره انت تقول ان قيمته اكبر من صفر وهني ما اعطيته قيمه فكم تبي تعطيه؟ ان اعطيته يساوي صفر فراح يصير صفر اكبر من صفر فولس يوقف اللوب وطلعنا ما استفدنا شيء. شنو المفروض تسوي هني؟ واحد يقول انا بعطيه رقم 10 اعطيته الرقم 10 شو اللي صار معه؟ 10 اكبر من الصفر جميل جدا نقرا الحين من المستخدم ونجمع ونمشي الامور حلوه كذي. ترى هذا الكود شغال معي ان شاء الله؟ شوف معي. ممكن اعطي 100 1000 اي شيء، المهم اللوب راح يكون شغال. نعطي الارقام مره ثانيه. واحد اثنين ثلاثة أربعة كافي نعطي صفر المجموع عشرة شايف معي نفذ مرة ثانية الرقم خمسة وخمسين الرقم أربعة وأربعين ثلاثة وثلاثين ونعطي صفر هذا المجموع ولكن في تعليق بسيط عندي هنا وجود قيمة بالشكل هذا خطأ حتى اللي يقرأ الكود وراك مو فاهم ليش انت حاطها أصلا واضحة فالصحيح بصراحة إنه ما تحط صفر ولا تحط قيمه بالشكل هذا ولكن الصحيح انك تقرا من المستخدم اول قيمه بالشكل هذا فتاخذ القيمه الاولى من المستخدم فانا اعطاك صفر من اول شيء انتهى اللوب وخلاص لكن اذا اعطاك قيمه فجميل جدا انت دخلت على اساس قيمه من المستخدم واللي هو صح طبعا لكن هذه القيمه اول ما تدش راح تلقى نفسك قريت قيمه ثانيه ونسيت القيمه الاولى كتبت عليها وانتهت وضاعت عليك القيمه اللي قراتها اول شيء فعلشان تحل هذه المشكله تاخذ سطر المجموع وتحطه في بادئ الامر هني تبدل مكانه معي فش اللي راح يصير معاك الحين قرانا مبلغ مثلا دينارين دينارين اكبر من صفر طيب الدينارين راح تضاف على التوتل بالسطر هذا صحيح راح نقرا المبلغ اللي بعده ثلاث دنانير اللي بيطلع ويدخل مره ثانيه لاحظ ماني معرف بالخارج ففي الدوره لن يتم التخلص من هذا المتغير فالمبلغ فيه ثلاث دانير مثل ما انت حطيت ثلاثه اكبر من صفر جميل جدا بنضيفها بعدين تيجي هني بتقول مثلا مبلغ صفر اعطيتنا مبلغ صفر دورة كامله وناتي هني صفر اكبر من صفر فولس نطلع ونطبع المجموع اللي هو ثلاثه زائد اثنين خمسه بالشكل هذا راح يكون الكود واقعي اكثر ما في قيمه مفترضه بدون معنى خلينا ننفذ معاك الكود دينارين ثلاث دانير صفر خمس دانير نفذ على طول 11 دينار 22 دينار 33 دينار صفر القيمة صفر هذه لها اسم عند المبرمجين تعرف باسم المراقب أو نقول عنه الحارس المراقب أكثر وباللغة الإنجليزية تعرف باسم سنتنل سنتنل هذه القيمة هي اللي تراقب كمية الدورات لما يكون شيء غير محدد لكنه شنو منتهي ها ما هو ما نهاية في طرق وايد مختلفة لاختيار قيمة السنتنل هذه خلنا نأخذ مثال الحين عندي هذا الملف راندوم نمبرز وهذه البيانات اللي فيه الأرقام وإحنا بنوقف لما نوصل إلى رقم صفر وأكيد في صفر هني فخلى البرنامج هذا بدل ما نأخذ يأخذ من المستخدم يأخذ من الملف شوف معي نعطي import حق الفايل class في المنطقة هذه ممكن نسوي new file ونعطي اسم الملف هذا اسم الملف بكذي النكس انتجر راح تكون كلها من التكس فايل واكيد طبعا تبي ثروز اكسبشن لانه قاعد تعامل مع ملفات ننفذ الكود مع بعض لاحظ هذا الاوتبوت في شخص بيقول ما شفنا الارقام انطبعت معانا طبعا اللي صار بالضبط معنا انه قرا حتى وصل حق اول صفر وين اول صفر كنترول F ندور على الصفر هذا اول صفر شايف معي فهذه الارقام مجموعها بالكامل هو هذا الرقم تبي تشوفها مطبوعه هني الامور طيبه تبي بعد كل قراءة لموني تطبع القيمة وتطبع وراها مسافة بهذا الشكل هذه أول واحدة أنت قريتها بعد عندك كل قراءة في المنطقة هذه كومبايل ورن لو ناخذ برنت بدال برنت لاين أفضل عشان نشوفهم في شاشة واحدة بالطريقة هذه هذه الأرقام مثل ما انت شايف وهذه النتيجة الصفر طبعا ما له داعي انه يطبع ولكن اذا تحب ممكن طبعا تاخذ البرنت لاين هذه تشيلها وهذه البرنت لاين تضعها عند الدخول على الوايل لوب بالطريقه هذه بكذي ما راح ينطبع معك الصفر وجميع القيم اللي دخلت من التكس فايل راح تطبع معك لاحظ معي صفر مو معاهم وهذه الارقام معك ممكن السنتنل يكون قيمه مختلفه مو شرط يكون الرقم صفر يعني لو اني انا يعني كنت اخذ مثلا درجات طلبه يعني الصفر يعتبر درجه فهني المفروض يكون ناقص واحد مثلا وممكن يكون سنتنل سنتنل فاليو هذه او القيمه اللي هي اللي تراقب اللوب هذه آه شيء اخر بالمره فخلني اعطيك مثال على تكست طيب خلني اخذك معاي في المثال اللي قدامك إني عندي تكست فايل اسمه راندوم ووردز وبتقرا الكلمات وتطبعهم واحده واحده الين توصل الى كلمه اكزت اكزت تكون هذه السنتينل فاليو القيمه اللي تراقب هني توقف قراءه وينتهي البرنامج ان شاء الله فكلمه اكزت هي إيه اكزت معناها طبعا خروج تمام هي إيه إيه السنتينل فاليو فخلينا نعدل الكود ونضبط البرنامج البرنامج راح يقرا من تكس فايل اسمه راندوم وورد بالطريقه هذه طبعا توتال ما احنا نحتاجه يعني ما عندنا قيم نبي نجمعها فنشيل توتال كذلك هذه اللي هني كذلك الطباعه الاخيره والشرط اختلف بالمره في المنطقة هذه القراءة حتكون لي string كلمات فما في داعي حق next integer ولاحظ انك حتستقبل كلمة string وخلنا نسميها word كلمة وليس money word تعكس بالضبط اللي قاعد نقراه بالنسبة حق الوايل لوب نقول sentinel value القيمة المراقبة لدوران اللوب تكون هي عبارة عن word دوت ايكوالز الكلمة exit خروج واضحه معك فالسنتنال فاليو هي كلمه اكزت هل نبي نطبعها في كل مره نعم نبي نطبعها فنكتب هنا كلمه وورد آه كذلك راح نعيد عمليه القراءه مثل ما شرحنا قبل شوي لكلمه وورد مره ثانيه على انها سترينج مره ثانيه وبعدين راح ينتهي البرنامج ولكن في ملاحظه هنا لاحظ لو قرات اول كلمه وكانت الكلمه اي آه بي سي مثلا اي كلمه فهل هاي الكلمه تساوي اكزت لا والله ما تساويها ففولس فما راح ندخل في اللوب صحيح كذي؟ لما الكلمة تساوي اكزت المفروض ما ندخل اللوب ونطلع فراح يكون هالشرط هذا حقيقي وصحيح إذا كان لا يساوي اكزت يعني هذا الشرط صدق يخدمنا بشكل الصحيح إذا كانت الكلمة اللي نقرأها لا تساوي اكزت لا تساويها فلازم تحط هني not فيصير the word not equals exit دش باللوب نعم هاي الكلمة نبيها اطبعها فاهمني شلون؟ فراح تطبعها وتقرا اللي بعدها وهي المفروض الحين الورد الجديده اللي قراتها هني لا تساوي not equals to exit ادخل اللوب وروح لما تيك الكلمه exit فش اللي راح يصير معك؟ راح يصير exit equals exit true ولما تنفيها تصير فولس فيصير هذا فولس بالكامل فما تدخل اللوب فينتهي البرنامج خلنا ننفذ مع بعض لاحظ جميع الكلمات تم طباعتها حتى وصلنا الى كلمه اكزيت لاحظ معي إلى كلمة سكيل، إلى كلمة سكيل، فتلاحظ معي سكيل كاهي معاك هني. في شخص بيقول نعم أنت وصلت لغاية اكزت وقفت صحيح، ممكن تقول لي كم كلمة قرأت؟ فخلنا نمدد المثال شوي أن نعد الكلمات. قبل كان آي يخدمنا في العد، صحيح؟ آه ممكن إحنا نحط عداد بيدنا ما له شغل باللوب، ما يتحكم بعدد الدورات، يعني آي قبل كان يدش في عدد الدورات، هو اللي يتحكم فيهم. الحين ممكن نحطه لكن يكون مساهم وليس متحكم بعدد الدورات فممكن احط لي كاونتر انا هني بروحي انتجر أه سي ولا اي اللي هو يلا اي مثل ما كنا نمشي قبلها ولكن هذا لا يتحكم هذا الاي ما هو اللي يتحكم بعدد الدورات واضحه معك وكل كلمه نقراها لاحظ هذه اول كلمه انت قراتها فخلي يبدي من واحد مثلا فتعتبر هذه واحد اول كلمه وعسى ما قريت كلمه ثانيه زيد بواحد لاحظ اخر واحده فيهم راح تزيده وتطلع فالمفروض تطرحها بعدين بواحد لما تطلع يعني اكزت ايضا راح تكون قراتها راح تكون زدت العداد فاكزت يمكن ما تبيها معي يعني راح تزيد لك العد مالك بحبه واحده وانت ما تبي اكزت على العموم اذا بدات بصفر راح يكون قياسك صحيح على العموم هني انا اقدر اقول لك كميه الكلمات اللي تمت قراءتها عداد الكلمات شوف معاي الاوتبوت لاحظ كم كلمة عندنا وورد كاونت 76 كلمة وهم بالضبط المفروض 75 كلمة فممكن تطرح منها بواحد قبل لا تطبعه او اذا بدات من الصفر امورك راح تصير مضبوطه بحكم ان واحده منهم هي إيه اللي راح تطلعك برا اللوب كذلك ما ننسى سلاش ان قبل هذه اللي هنا نفذ اللي قدامك هنا 75 كلمه إلي وصلت الى كلمه اكزت طيب نسوي تيست اخر شيل كلمه اكزت من هنا وخلها تروح شوي داخل في المنطقة هذه بدال كلمة فرق نحفظ النفذ نفس الكود تنفيذ فقط فيقول لك وصلت إلى 489 كلمة إلى كلمة بازلد نعم هذه كلمة بازلد اللي بعدها اكزت على طول ننتقل إلى فكرة أخرى هذا ملف الأرقام ونفرض أنها ما هي فلوس أرقام مجرد أرقام وانا بنقرا الملف راند نمز المره هذه مجرد بنقرا 100 رقم ونطبعهم فخليك معي اكيد الكود هذا انت عارفه ولكن خليني اكتبه لك بسرعه شوي ونبدا هني نحط الاي يساوي صفر ولوب عادي لغايه 100 وباللوب بنقرا رقم ونطبعه لاحظ ما عندنا سنتينال فاليو في المنطقة هذه احنا عارفين اللوب مئة دورة وخلاص فما في داعي نقرأ قبل ونشيك وغيره فقراءة وطباعة مباشرة شوف معاي الاوتبوت لاحظ مئة رقم معانا هني ان شاء الله طيب شنو المطلوب المطلوب انك تطبع لي الارقام اللي هي اقل من 50 اما اللي اكثر من 50 فما ابيك تطبعها لي مره ثانيه المطلوب انك تطبع لي الارقام اللي هي اقل من 50 يعني 40 تطبعها شايفها معي اربعه تطبعها لكن 64 لا هذا اكثر من 50 50 فما فوق ما نبي نشوفه الحل طبعا راح يكون انك انت هذا اللوب عندك والدوران ماشي معك ولا بد انك تكون داخل اللوب عشان تقرا رقم رقم لكن عمليه الطباعه لازم ما تتم حق اي رقم لازم تكون هذه محجوزه تحت اختبار الاف ستيتمنت اذا كان نم هذا اقل من 50 فنعم اطبع واذا اكثر من 50 فلا لا تطبع فببساطه هذا السطر اللي تشوفه المفروض يكون مغلف باف ستيتمنت اف نم ليس ذان 50 اقل من 50 بالطريقه هذه ما احس عملية الطباعه الا لما يكون نم اقل من 50 50 فما فوق ما حتم طباعته شوف معاي الاوتبوت لاحظ الارقام قدامك كم رقم انا ما ادري بصراحه حاب تعرف كم رقم هذيلة هم اكيد اقل من 100 باحسن ظروفهم يكون 100 رقم صحيح ممكن ندخل كاونتر عداد غير متحكم باللوب غير الاي علشان يعد لنا عدد هذه الارقام يعني لو اني انا اعرف فاريبل بالخارج طبعا لازم تعرفه خارج اللوب علشان تحافظ على قيمته في كل دوره فخلنا نعرف اي انتجر انتجر وخلنا نقول هني ان اسمه ان مثلا ويساوي صفر طبيعي تبي تستخدم ان داخل الوايل لوب انت تركته في المنطقه هذه اذا صارت عمليه زياده في المنطقه هذه فهذا حيعطيك نفس قيمه اي في النهايه في كل دوره بيزيد حبه واحده وهذا ليس المطلوب المطلوب لو انك طبعت لي رقم من الارقام هذيلا شايف تزيد بواحد فالمفروض هذا بصراحه فكر فيها معي راح تجد ان هذا مكان الصحيح داخل الاف statement بالمكان هذا هذا المكان الصحيح حقه واذا انتهى اللوب بالكامل تقدر تطبعه برا هني في المنطقة هذه طبعا ما تنسى نيو لاين قبلها بالطريقة هذه خلينا نجرب الكود مع بعض لاحظ انه يقول لك الناتج 46 رقم فقط 46 رقم من اصل 100 رقم من اصل 100 رقم تنطبق عليهم قوانين الاف ستيتمنت هذه علشان يكون العداد اللي انت حاطه ماشي بالمكان الصح لازم تعرف وين تحطه داخل الاف ستيتمنت ولا برا الاف لا تنسى الاي هني متحكم بعدد الدورات لكن ان هني متحكم بما تريد ان تحصيه بالضبط بالضبط حسب الشرط طيب هذا انت الحين عرفت عددهم طيب ممكن تجمعهم لي هل في مجال تجمعهم لي هذه الارقام شايفه مع بعض هل تقدر تجمعها وتعطيني المجموع اكيد محتاج متغير اخر انتجر مثلا توتال يساوي صفر مثلا وهني بتزيد على توتل انت اكيد تبي تقول كلمه توتل تساوي توتل زائد نم لكن وين بتحطها؟ داخل الوايل لوب باي مكان ولا داخل الاف ستيتمنت؟ انت تبي تجمع فقط هذه الارقام وهذيلا ما راح الا داخل الاف ستيتمنت فالصحيح ان عمليه الجمع تتم داخل الاف ستيتمنت توتل يساوي توتل زائد نم بالطريقه هذه واذا انتهى اللوب تقدر تطبع الناتج والنيو لاين تحتاجها في المنطقة هاي شوف التنفيذ المجموع 1211 وعبارة عن 46 رقم للمتوسط الحسابي تبي تقسم هذا الرقم على هذا الرقم وانتهى الموضوع لو تغير الشرط الحين أن نبي الأرقام اللي هما أقل من 50 وأكثر من 20 وأكثر من 20 و وأكثر من 20 و نعم أكثر من 20 وأكثر من عشرين لاحظ نجرب الكود مع بعض الحين أكيد تعطينا أرقام أقل من الكمية هذه طلع معانا ستة وعشرين رقم فقط ومجموعهم ألف وثلاثة وعشرين وهذه الأرقام قدامك شو اللي تغير في الموضوع كنا على شرط بسيط زدنا الشرط شوي واضحة معاك إن شاء الله فهذه الأرقام اللي هي أكثر من عشرين وأقل من خمسين ممكن يتحرك وتحط شروط اخرى طيب خليني اعطيك مثال اخر على if statement داخل لوب ولكن باستخدام string خليك معي هني هذا ملف random words عشان نبدي صح خلينا نطبع اول 500 كلمه خليك معي بعدل الكود طبعا هذا الاي لدوران 500 مره هذا الكود قدامك النفذ وبكذي يكون عندنا اول 500 كلمه ان شاء الله المطلوب انك تطبع لي الكلمات اللي تبدا بحرف الاي فقط الكلمات اللي تبدا بحرف اي عمليه القراءه انت مضطر تقرا جميع الكلمات مثل ما اتفقنا قبل شوي انك لازم تقرا جميع الارقام بعدين تقرر هل هالرقم هذا اقل من 50 ولا لا هني كذلك تقرر تقرر يعني في statement اذا هذه الكلمه تبدا بحرف الاي ولا لا فاذا تبدا بحرف الاي اطبعها اذا ما تبدا لا تطبعها اف وورد دوت ستارتس وذ اي اذا هذا ترو نطبع بالطريقه هذه شوف معي الاوتبوت هذه الكلمات اللي تبدا بالحرف اي اكيد ما عندك مشكله انك تقول لي كم كلمه هذيله صحيح اكيد تقدر تحط لك كاونتر خارجي، نحطه مع بعض. وخارج اللوب نقوم بالطباعه. وما ننسى النيو لاين. 28 كلمه. وعلشان تكون الفكره حلوه اكثر هني، خلنا نقول ان الكلمه لازم تبدا بحرف الاي وطولها اقل من سبعه احرف. وطولها اقل من سبعه احرف. الكلمة تبدأ بحرف الـ A وطولها أقل من سبعة أحرف وطولها اللي هو word dot length أقل من سبعة أحرف بالطريقة هذه شوف الأوتت مع بعض طلع معنا 13 كلمة فقط ما في غيرهم وقبل ما أنهي محاضرتي بصراحة في ثلاث نقاط تكلمت عنها في بداية المحاضرة خليك معي بالكاميرا تذكر معي الحالة الأولى اللي كنا نتكلم فيها عن جوتو تقفز إلى ليبل وتتم العملية هذه إلى ما لا نهاية شلون ممكن نقوم بهذا العمل في جافا هذا أول شيء كذلك أبي أتكلم عن الحالة الثانية اللي كانت عبارة عن أنك أنت قاعد تنفذ الأسطر البرمجية مرة واحدة على الأقل بعدين تفحص إذا راح لوب ولا لا شلون ممكن نطبق الحالة الثانية أيضا باستخدام جافا لاحظ هذا كله سي والنقطة الأخيرة بتكلم عنها بصراحة اللي هو شنو المشكلة في جو تو مشكلة جو تو فخليك معاي بالكود إذا بطبق لك الحالة الأولى اللي هو دوران إلى ما لا نهاية فأنا مضطر أمسح وايد من الكود اللي قدامك ونفرض هني إن عندنا كلمة دان انتهى اللوب وهني نكتب كلمة true لاحظ ان عندك اف ستيتمنت لكن الشرط داخله دائما ترو فاللوب هذا ما يوقف انا حاط كاونتر هني مو لازم نحط كاونتر وممكن نطبع اي شيء هني نجمتين مثلا هذا الكود وكان الحاله الاولى دوران الى ما نهايه اذا حاولت تسوي له كومبايل راح تشوف معي الاوتبوت التالي لاحظ المكتوب هني يقول عن الجمله هذه بالذات unreachable يعني لا يمكن الوصول لها unreachable ليش؟ لأن اللوب يبين true دوران غير منتهي طيب إذا لغيت هذا السطر سويت كومبايل مرة ثانية لاحظ الطباعة شغالة هذا طبعا بتم شغال إلين الجي في معنا فهذا اللوب إلى ما له نهاية كنترول C علشان أوقفه فهذه الحالة الأولى إذا حبيت هل تحتاجها في البرمجة؟ نعم في مجال تحتاجه مع وجود ان شاء الله المحاضره آه القادمه ان شاء الله حتعرف شلون توقفه من الداخل اذا تحب فلا تنسى معاي ان شاء الله باجي لنا على فكره محاضره واحده فقط في هذه السلسله ان شاء الله بغطي فيها الفور لوب واوامر البريك وغيره والكونتينيو والحاله الخاصه هذه بعد ان شاء الله على العموم انتقل الى الحاله اللي هي رقم اثنين ان تقدر تنفذ الاوامر اللي باللوب ولو مره واحده حتى لو كان شرط غير منطبق خليك معي مع الكود التالي. هذا الكود اللي قدامك الحين لو إني أنفذ الكود لاحظ هذا اللي انطبع معانا. لو كان الرقم هني الرقم خمسة لاحظ معي أي خمسة. هل راح ندخل اللوب مستحيل. فلو ننفذ الحين لاحظ ما في أوتبوت. لكن حسب الحالة الثانية أنت ودك تنفذ هذا على الأقل مرة حتى وإن لم ينطبق اللوب طيب نرجع على الشكل القديم صفر في طريقة طبعا أنك تاخذ الواي لوب الكونديشن بالكامل اللي هني كات تقطعه وتلصقه في نهاية اللوب بالطريقة هذه ولكن لا تنسى السماي كولون اللي الفاصلة المنقوطة في النهاية لأن ما هو قوس الحين صار ستيتمنت بالمكان هذا بالطريقة هذه ما راح يشتغل ناقص شيء لازم تحطه تكتب كلمة دو دو في المنطقة هذه فقط هل اللوب هذا شغال؟ نعم شغال واحد شوفه معي لاحظ صفر واحد 2 ثلاثة أربعة. بتقول هذا نفس اللي كان اصلا لما هذا كتب في البداية نعم ولكن الاختلاف الوحيد هنا ان لو انك هنا كتبت رقم خمسة ولو المفروض ما ينطبق مع الشرط الا انك ما زلت راح تحصل دورة واحدة قبل الوصول لتقييم الشرط شوف معي شفت معي الرقم خمسة طبع وصار رقم ستة فستة أقل من خمسة فولس فما صار اللوب وانتهى الأمر ولو إن في ستيتمنت هني بالشكل هذا ونكتب كلمة دان راح تلاحظ انها راح تكون معانا بالاوتبوت لاحظ دان طبعت معناها اللوب تنفذ مرة واحدة حتى لو كان شرط لا ينطبق متى تحتاجها هذه؟ والله في احتياجات لها ولكن نادرة خلك على الحالة رقم ثلاثة اللي هي الحالة المشهورة عندنا واللي قدمناها في هذه المحاضرة بالكامل أما بالنسبة للجو تو الجو تو فخلك معي عشان أتكلم معك عن مشكلة الجو تو تخيل معي أن عندك وايل لوب في شرط معين وأسطر بعدين كملت صار عندك في ستيتمنت وبعدين في سطرين بعدين يا وايل لوب ثاني وهذه الأسطر كذلك تخيل معي أن عندك ليبل في المنطقة هذه للأمر هذا ليبل نقول عنها L1 تقدر تقفز لها هني مثلا عندك ليبل ليبل 2 تقدر تقفز لها هني مثلا في ليبل L3 وتقدر تقفز لها وبالوايل لوب هذا كان في هني مثلا اف ستيتمنت وبعد الاف داخلها في جو تو جو تو ال2 مثلا فهذا وهو قاعد يسوي لوب قفز الى هذه المنطقه بعد كم دوره انه صار هني ترو فقفز راح حق هني فبدون ما يطبق الشرط اللي هني راح ينفذ الاوامر اللي داخل الشرط تخيل يعني نكمل مع بعض خليك معي وانت شغال هني لقيت هني مثلا في السطر هذا هني كان في مثلا مثلا جو تو الواحد مثلا فانت اول شيء من هني بدون سبب دخلت هذا المكان من المنتصف من نصه يعني تخيل المبرمج وين مخه راح يكون وهو يحاول يحلل اللي قاعد يصير المهم جو تو 1 هذه بتطلع فيك بتوديك المنطقه هذه بدون ما تكون عرفت اي مثلا وعطيت قيمه مثلا فدخلت في نص اللوب يعني حلو وبعدين هني بالغلط وانت ما تدري ولا كان مكتوب هني مثلا جو تو ال3 ووداك هني ولا هذا يقفز فيك مع هذه الحركه هذه شايفه اللي برا هذه ها هذه لها اسم عندنا اسمها طال عمرك سباجيتي كود هذا الكود اللي مثل سباجيتي الاكله هذه أه انا ما اقول سباجيتي كود ما يطلع معك الا باستخدام جو تو السباجيتي uh, كود يطلع مع المبرمجين اللي مو عارفين شنو قاعد يكتبون بصراحه ولما يكتبون شيء يدخل على شيء يعني معي راح تكثر معك الاوامر شوي قدام وراح تشوف انه يبدا تداخل الامر اذا ما ترتب الكود وجود الجو في البرمجه اللي هو هنا تقطع ترتيب معين من الكود وتقفز الى مناطق اخرى وترجع هذا يتلف التسلسل المنطقي لتنفيذ الاوامر وبذلك المبرمج اصلا يضيع بالكود هذا وما يدري وين الصح والغلط واذا طلع له ايرور خطا صعب جدا انه يصيده وبصراحه من من اشجع النقاط اللي قام فيها جيمس جوزلينج انه حذف هذا الامر من الوجود في كومبايلر جافا وحط الريزيرف وورد عشان ما حد يستعمله الجو نعم مع اللغات القديمه ممكن تفيد يعني من, من الناس اللي استخدمتها في الثمانينات صراحه كنت اعشق الجو تو لانه كان يعطيني كل الحريه، لكن لما البرنامج يكون ضخم الجو تو هذه مصدر لسباجيتي كود، فأرجو أنك تكون عارف أن عدم وجود الجوتو هذه بركة صراحة في لغات البرمجة وليست ميزة شغلة صراحة ضحكتني أونلاين شخص طلب مساعدة من شخص أرسل له قطعة كود وهو كاتبها فرد عليه الأخ توميتو سوس صلصة الطماط فرد عليه قال له ليش واي يقول له فور ذا سباجيتي كود عشان الكود السباجيتي اللي انت اعطيتني اياه اختم جوتو بصراحه بانها فعاله جدا في البرامج الصغيره 10 20 سطر جوتو يمكن ينفعك لكن في جافا انت تكتب كود كبير فجوتو في الكود الكبير هي مشكله كبيره جدا جدا عشان كذي تم الغائها واتوقف هنا لنهايه المحاضره ويعطيكم العافيه على حسن الاستماع